مشاهدينا مشاهدي قناتنا في كل مكان بنصبح على حضراتكم يوم جديد وصباح جديد، يا رب يكون صباح سعيد عليكم. صباح الاحد 12/11/2023. يعني مفيش اجمل من ان احنا نبدا يومنا بالرياضه. الرياضه مهمه للشباب، مهمه لكبار السن، مهمه حتى للاطفال. الناس اللي بتتصور ان ممارسه الرياضه لابد انها تكون الجيم او رياضه عنيفه، لا على الاطلاق، ممكن رياضه تبقى مجرد رياضه المشي عشان تكون مناسبة للجميع. رياضة المشي ولو حتى نص ساعة في اليوم هتفرق جديد كتير جدا في الدورة الدموية بالنسبة للجميع. خلينا نبدأ يومنا النهاردة بالرياضة. في آخر أخبارنا لهذا اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023 بنبدأها من الأهرام. الرئيس السيسي بالقمة العربية الإسلامية: التهجير القسري للشعب الفلسطيني غير مقبول. ثم من أخبار مصر: الرئيس السيسي يشدد على الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار على قطاع غزة. مرة أخرى من أخبار اليوم: الرئيس السيسي يطالب بإجراء تحقيق دولي في انتهاكات القانون الدولي بغزة. ثم من الأهرام: الرئيس السيسي: التخاذل عن وقف الحرب في غزة ينذر بتوسع المواجهات العسكرية. نروح مع حضراتكم للأخبار. وقانون الانتخابات يجيز إنشاء لجان الوافدين لتصويت المغتربين في غير محافظاتهم. بعضا من تفاصيل هذا الخبر: أجازت المادة 33 من قانون الانتخابات الرئاسية للناخبين الذين لهم حق الانتخابات وفقا للقانون بالإدلاء بأصواتهم في غير محل إقامتهم حال تواجدوا في محافظة أخرى أثناء أيام الاقتراع في الانتخابات الرئاسية. وتخص الهيئة الوطنية للانتخابات ما يعرف بلجان الوافدين أو المغتربين، وسمحت الهيئة الوطنية للانتخابات للناخبين المتواجدين في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي بأن يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 أمام أي لجنة من لجان الاقتراع المختصة في المحافظة التي يتواجد فيها وفقا للضوابط التي تحددها الهيئة. كانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت أنها بدأت في توزيع الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 على المراكز الانتخابية والبالغ عددها 10,085 مركز على مستوى الجمهورية وفقا لمحل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي، تمهيدا لإتاحة خدمة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية عبر الوسائل التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات. من المصري اليوم: استعلم عن لجنتها الانتخابية من موقع الهيئة الوطنية للانتخابات بالرقم القومي. طيب، معايا مداخلة تليفونية مع الكاتب الصحفي الأستاذ رمضان كشك. أستاذ رمضان، صباح الخير يا فندم. ألو، صباح النور يا فندم. يا أستاذ رمضان، أهلا بحضرتك معانا يا فندم. اتفضل يا فندم. بنتكلم عن الانتخابات الرئاسية، حس المواطن على المشاركة كواجب وطني يا فندم رغم الظروف اللي ممكن تكون بتمر بها المنطقة العربية والإسلامية بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة، إلا أن مصر ما زالت ماضية في الجدول الزمني وفي تنفيذ الانتخابات الرئاسية. تعليق سيادتك يا فندم، تفضل. احنا يا فندم شهدنا رغم العدوان الغاشم الإسرائيلي على أهالينا في غزة، شاهدنا تصريحات سيادة الرئيس في القمة العربية الإسلامية في الرياض أن سيادته رفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني وشدد على الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، وطالب سيادته بإصدار تحقيق دولي في انتهاكات القانون الدولي بغزة، وطالب سيادته الدول كلها الابتعاد عن التخاذل ووقف الحرب في غزة، وأنظر كمان بتوسيع المواجهات العسكرية في حالة إذا هي يعني زادت عن ذلك. ففي نتائج القمة العربية الإسلامية في الرياض في بيقول عليها ثلاث اللقاءات الثلاثة: لا للتهجير القسري وتصويت القضية، لا للعقاب الجماعي واستهداف المدنيين، لا قيود أو شروط لوقف إطلاق النار. ورغم أن إحنا قلبنا يعني صراحة يعني وعيوننا بتبكي على شهدائنا يوميا، ويعني إحنا أملنا كبير في القمة العربية والقرارات القوية بتاعتها، وإحنا شفنا لقاءات الرئيس مع بعض القادة العرب والإسلاميين، ونتمنى الخير للأمة الإسلامية والعربية بإذن الله. أتفق مع حضرتك. هي قمة اسمح لي، هي قمة استثنائية. اسمح لي أقول لك أنها خلصت للعديد من البنود في البيان النهائي،
وإن كان يكون من أهمها الوقف الفوري لإطلاق النار، دخول المساعدات الخاصة بالوقود والخاصة بالمستلزمات الطبية والماء والغذاء وما إلى ذلك. ثم من أهم البنود اللي جات الحقيقة الدعم الكامل من كل الدول العربية والإسلامية لمصر فيما تتخذه من قرارات في هذا الشأن. تمام يا فندم. تمام، نروح للانتخابات الرئاسية، يعني أمر مهم للغاية. واجب وطني لو سمحت لي، واجب وطني على كل مواطن أنه يشارك في هذه الانتخابات في هذا التوقيت. مصر مكملة في الجدول الزمني الخاص بالانتخابات الرئاسية، وأعتقد لابد أن يكون هناك يعني دعم من المواطن في هذا التوقيت للانتخابات لأنها أمر مهم للغاية برغم ظروف المنطقة. تعليق سيادتك فندم. ايوه يا فندم، احنا زي ما قلنا ان احنا رغم الظروف المريره اللي الامه العربيه بتمر بيها الا ان ده ظروف الانتخابات في مصر لابد ان هي تقام. صحيح، وده عرس يعني انا شايف ان هو عرس ديمقراطي بدخول بعض الافراد في مواجهه او منافسه مع السيد رئيس الجمهوريه الموجود حاليا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وده عرس محترم جدا، ونتمنى ان تكون مصر بالطريقه ديت على طول. واحنا يعني عايزين يعني احنا بنخلي اولادنا واحفادنا يستفيدوا من الطريقه الديمقراطيه اللي بتتم دي في الانتخابات. طبعا اللجنه الوطنيه للانتخابات الرئاسيه يعني هي يعني تسهيلا للجمهور وتسهيلا لبعض الافراد، لان زي ما حضرتك عارف ان في مصريين كتير بيشتغلوا في محافظات غير محافظات الاقامه بتاعتهم. صحيح، فاللجنه اصدرت قانون الانتخابات وفي ماده 33 بتتيح الحق للافراد بالادلاء باصواتهم في غير محل إقامتهم حال تواجدهم في محافظات أخرى تيسيرا عليهم عشان ما ينتقلوش إلى محافظتهم. أنت سيادتك شايف عندنا مثلا محافظة زي العالمية الجديدة، العاصمة الجديدة، فيها موظفين وفيها ناس كتير جدا دلوقتي. صحيح، ممكن ليهم سمحت ليهم المادة 33 إن هم يتواجدوا في اللجان اسمها لجان الوافدين او المغتربين ويدلوا اصواتهم في هذا العرس الكبير. بمعنى اصح ناس كثيرة شغال في الغردقه من الصعيد مش هينتقل الى محافظته ويرجع مره اخرى. أيوة، لا هناك ما يسمى بلجان الوافدين، وده تيسير على المواطنين حقيقه في الادلاء بالصوت لهم المغتربين. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الكاتب. نقطة اخيره بس بقول لسيادتك بعد اذنك. اتفضل يا فندم. اتفضل يا استاذ رمضان. انا بشكر سياده الرئيس السيسي على تخصيص جزء من تمويله لحملته الانتخابيه لغزه، ودي لفته انسانيه من سياده الرئيس بنشكره عليها. واحنا بنشكر حضرتك كاتب الصحفي استاذ رمضان كشك، شكرا جزيلا. اخبارنا لهذا اليوم من اليوم السابع مدبول يتفقد مبادره السلع المخفضه ويوجه بالتاكيد على توافر الكميات المعروضه. من المصري اليوم، الطبيعه شاهد القلعه التاريخيه العثمانيه بمدينه القصير بالبحر الاحمر. قلعة القصير هي قلعة تاريخية بنيت في العصر العثماني، شيدها السلطان سليم الثاني بناء على اقتراح من سنان باشا ولي مصر، وذلك لحماية قوافل الحجاج والتجارة والميناء وسكان المدينة. نروح مع حضراتكم للأخبار. وزارة التعليم عقد امتحانات أولى وتانية ثانوي على مستوى المدارس والإدارات. أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول المقرر انطلاقها في يناير المقبل ستكون على مستوى المدرسة والإدارة التعليمية. من المصري اليوم، موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية. أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية تنطلق بداية من 14 يناير 2024. نروح مع حضراتكم لليوم السابع. وزارة التعليم بدأت تسجيل بيانات المرشحين للعمل بامتحانات الثانوية العامة 2024. ثم عودة إلى الأخبار من جديد. وزارة الصحة، الإنفلونزا والتهاب الجيوب الأنفية أبرز أسباب الإصابة
بالسؤال. معانا مداخلة تليفونية مع الكاتبة الصحفية الأستاذة ميادة محمود. أستاذة ميادة صباح الخير يا فندم. صباح النور، ازي حضرتك، اخبارك ايه؟ اهلا بحضرتك يا فندم، اهلا وسهلا. اهلا بيك، اهلا بيك استاذة ميادة. يعني عاوزين نتكلم بس مع حضرتك عن دور الاسره، البيت في حمايه الاطفال حقيقه في مواجهه ادوار البرد الحاليه. يمكن في دور برد منتشر شويه هذه الايام، الدور يعني اشبه بالكورونا، ما حدش قال ان هو كورونا خالص، ولكن هو دور برد شديد جدا. ازاي هنقدر نقول لرب الاسره او للام في البيت تحافظ على اولادها في مواجهه هذا الدور يا فندم؟ اتفضلي. للاسف طبعا احنا اليومين دول، وخصوصا احنا كمان عندنا في اسكندريه، الجو دايما بيبقى صعب شوية. أنا هتكلم دلوقتي كأم، مش كأن أنا صحفية أو كده، لا أنا أم وعندي أطفال. تفضلي. الجو اليومين دول بدأ عندنا الدنيا بتبقى صعبة شوية. أنا بس المشكلة إن أنا بناشد كل أم، أي أم عندها أطفال بتلاقي في دور سخونية، دور برد، في رشحة أو حاجة، يلتزم في البيت. ما ينفعش ينزل مدرسة، ما ينفعش ينزل تمرين، ما ينفعش اللي هو يتحرك كتير. ده وقاية لي وقاية كمان للأطفال اللي زيه وزملائه في المدرسة. طبعا أنا كأم في بقى حاجات في البيت غير الأدوية، أنا يعني ما بنصحش بالأنتيبيوتيك على طول، لا لازم يكون في حاجات الأول وقائية الأول الطفل ياخدها، حاجات دافية، عسل بليمون. بص يا استاذه مياده، يعني انا كان تعقيبي بس يعني ان انا زي ما اتعاملت في ظل ايام كورونا بتدابير وقائيه مهمه جدا كانت الدوله فرضاها، كانت المدارس حريصه عليها، من المفترض ان الام اللي عندها طفل تستشعر فيه اي درجه حراره عاليه او اي اعراض برد، من المفترض ان هي ما توديش المدرسه علشان خاطر حرصا على ابنها وحرصا على الابناء الاخرين. فيعني من هنا دي النقطه اللي تهمني، يعني مش هتطرق لمسائل طبية إطلاقا، ولكن إذا كان في دور برد قوي هذه الأيام من المفترض أن أنا أخاف على ابني وأخاف على أبناء الآخرين. أشكرك شكرا جزيلا. هذه النقطة دي اللي أنا بتكلم فيها، أن كل حتى المدارس دلوقتي بتبدأ تشدد فعلا على النقطة دي. مفروض أي أسرة عندها طفل تعبان ما ينفعش أنه ينزل مدرسة عشان هو ما حالته ما تمددش وكمان ما يأذيش أي طفل تاني معه. أنا بشكرك شكرا جزيلا الكاتبة الصحفية الأستاذة ميادة محمود، شكرا جزيلا ليك وبنصبح عليكي. وخلينا مكملين أخبارنا لهذا اليوم، هذه المرة من البوابة نيوز. وزارة التموين استمرار طرح السلع على المواطنين ضمن مبادرة تخفيض الأسعار، مبادرة مهمة للغاية، حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار التعاقد على شراء السلع الغذائية طرحها للمواطنين بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، بجانب العمل على تأمين مخزون استراتيجي من كافة المنتجات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية. الحقيقة خطوة مهمة جدا، مبادرة مهمة جدا. وزارة التموين بالتأكيد كان لها دور في دعم السلع بالمنافذ في ظل هذه الزيادات الغير مبررة. يمكن كان في توجيه كمان بالتوعية عند شراء أي سلعة أنك يكون في فاتورة الحقيقة لهذه السلع. يعني فكرة السلع الاستراتيجية زي سلع السكر مثلا، وما إذا كان هيكون هناك تسعير أو ما إلى ذلك، خلينا يعني نتوجه بالتساؤلات بتاعتنا تفصيلا إلى الكاتبة الصحفية الأستاذة هند حسن. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا استاذ احمد. اهلا بك يا فندم منورانا. يعني خليني اروح مباشره لاحدى المبادرات المهمه للغايه، يعني فكره ضبط اسعار او مبادره تخفيض الاسعار، مبادره مهمه للغايه، ولكن يمكن عايز اسال عن دور وزاره التموين في هذه المبادره من وجهه نظر حضرتك. اتفضلي يا فندم. في الحقيقه والله يا استاذ احمد انت اثرت النهارده موضوع مهم جدا وبيهم كل مواطن مصري، خصوصا بعد موجة الغضب والشائعات اللي كانت شاهدناها طبعا على السوشيال ميديا الشهور السابقة، وده طبعا كان بسبب السلع التموينية، وخصوصا بعد ارتفاع الأسعار وعدم رضا أي مواطن للأسعار دي أو لأسباب تانية هنذكرها دلوقتي. بس طبعا وزارة التموين قامت باهتمام كبير جدا من وزارة التموين والتجارة الداخلية بأنها تهتم على القضاء بهذا الغضب والسعي وراء إرضاء المواطن المصري. إزاي قدروا يعملوا كده؟ ذلك تم بتخفيض أسعار السلع التموينية
والعمل على زيادة الكميات وتوفير جميع السلع الموجودة طبعا أو المفروض أنها تكون متوفرة داخل المتاجر أو المنافذ التموينية سواء سلع أساسية أو إضافية طبعا. فخلينا لو تكلمنا عن الأسعار، أسعار السلع الغذائية التموينية في شهر نوفمبر طبعا تم تخفيض هذه الأسعار بشكل واضح جدا. في حاجات فضلت بنفس سعرها وسعرها مناسب جدا وكان المواطن فعلا راضي عنها، وفي أسعار تانية كانت مرتفعة ولكن سعت الوزارة إن هي طبعا تنزل الأسعار المنتجات دي أو السلع دي، زي تخفيض السكر طبعا اللي بقى ب 12 جنيه و 60 قرش هو، أو سلعة الرز لوزن كيلو واحد. في مثلا الزيت هو ما زال سعره 30 جنيه، وأنا شايفة طبعا لما بدأت أعمل بحث عن الموضوع ده لقيت إن فعلا في ناس كتيرة جدا بالتقارير اللي أنا قمت بيها ما بتشتكيش خالص من موضوع إن الزيت سعره بالشكل ده لوزن 800 جرام، والمكرونة 13 جنيه لوزن 800 جرام برضو. خليني أقول لحضرتك إن نوضح شكوى المواطن بعدم حصوله على بعض السلع. الخطوة في حد نفسها خطوة إيجابية للغاية، أن يكون هناك قرار بضبط منظومة الأسعار في هذا التوقيت، أعتقد دي مبادرة قوية جدا 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 ومهمة جدا للمواطن. بشكر حضرتك كاتبة الصحفية الأستاذة هند حسن. خلينا نروح مع حضراتكم للأرصاد. يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة مساء، قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة وفترات متقطعة القاهرة الكبرى ومدن القناة. فرص أمطار خفيفة مساء تكون رعدية على جنوب الوجه البحري، أمطار خفيفة مساء تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية على شمال الصعيد والصحراء الغربية، وفرص أمطار أيضا على شمال الصعيد. بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، القاهرة العظمى 28-20، اسكندرية 28-19، مطروح 25-17، سوهاج 34-18، إنا 36 والصغرى 21، وأسوان العظمى 37 والصغرى 23. دي جولة في آخر أخبارنا لهذا اليوم.